إعداد أو فتل الكسكس والعيش عادة تمسكت بها هذه الأمهات رغم كبر سنهن، حيث تقمن بإعداد القمح بالأدوات التقليدية لاستخراج الدقيق ثم الشروع في تحضير الكسكس. عندي مهنة تاعي نفتل بركوكس، عندي أنا في 40 سنة وأنا نفتل في البركوكس، نخدم في الدار هكا لي يقول لي كمانديني نخدم له. عندي 6 بنات بوحدة منهم ما تفتلش، أنا من بكري ملي كنت صغيرة مولات 16 سنة وأنا نفتل البركوكس، ومازال نحب الخدمة تاعي، خدمة تقليدية ما تروحش، حنا نشدو فيها. وماذا بينا البنات تاعنا دروك لازمنا يفتلوا، لازمنا يتعلموا، حاجة هذه ما تروحش. نطحن، ندير القمح، ندير المرمز، ندير الخروب، هاو نتاع الخروب درت تاع المرمز، تاع الزيت، ندير كلش، نخدم كاع في الدار، خدمتي كاع في الدار، بصح خلاص تولفت نخدمها، كنت صغيرة، هي معيشتي. حبهم لهذه الحرفة التقليدية جعلهم يبدعون في تحضيرها ويبتكرون أطباقاً جديدة على غرار السيدة فاطمة التي أصبحت تحضر أنواعاً مختلفة من الكسكس بالأعشاب التي تلتقطها بنفسها من الشبال على غرار كسكس الحلبة وكسكس الزعتر. بركوكس، حشاوش، عامل حمامة، الحلحال، ندير الزهطر، الأحشاب، قاعد عندي البلوط، خروب، نخدمه كل شيء. كيف هذه نقصت بزاف. دروك احنا رانا طورناها، انا تعذوك ما يحبوش يتعلموا هذا الصوالح، دروك خلي ما يعرفوا لهمش، وهذو ماكلة صحيين. درنا مسابقة، دخلت طعم الحلبة، درت طعم البشنة، طعم الحمامة، نديروا كل شيء. واليوم جبتها الزهتر، هذا بركوكس كما هنا وبيض، هذا بركوكس شاوش، وهذا طعام، والزعتر هاهو نحوه من الجبل، نروح نحي بيديا. في وقت تعزف فيه الشابات عن تحضير العديد من الأطباق التقليدية، نجد هاته الأمهات تتمسكن بحرفتهن لحمايتها من الزوال ورغبة منهن في تعليمها للأجيال القادمة.